إيه لحضرتك تصريح فندم انه حضرتك بتوافق على التطبيع مع اسرائيل بشروط؟ لا ما قلتش كده. انا قلت اللي حصل كل الكلام. ايوه حصل ان كل الكلام انه بنيامين نتنياهو داير في كل حته في العالم. ايوه يقول ما فيش مشكله اطلاقا اسمها فلسطينيه، بتعقل العلاقات الطبيعيه ما بين مصر والعرب. انا والسعوديين حلوين، وانا والمصريين حلوين، تمام. فانا الى ان تحدث محمد بن سلمان وتحدث الملك سلمان قبل محمد بن سلمان، ايوه، وقال انه يمكن ان تكون هناك علاقات جيده ما بيننا وما بين اسرائيل، يمكن ان لا يكون هناك تعارض في بعض المصالح والقضايا، يمكن ان احنا الاثنين ناخذ موقف واحد من بعض القضايا كما هو حادث الان بالنسبه لايران. ايوه لكن قبل ان القدس تكون عاصمه للدوله الفلسطينيه لا يستطيع الملك سلمان ولا محمد بن سلمان ولا الرئيس السيسي ان يفعل شيئا. وده اللي قلناه، وده لما اتكلمنا كلنا وقلنا اهلا بالمبادرة العربية. أيوة. اللي بتقول كل الارض مقابل كل السلام، وهي صفقة جيدة جدا للاسرائيليين، ولكن الاسرائيليين لروح الطمع الشديدة المستشرية داخلهم تعجز عن تصور حجم الفائدة المهول الذي سوف يتحقق لإسرائيل بالمبادرة العربية. أي. المسرائيليين عاوز ياخد المساء البلوشي ويقول لك انه لا انا اطبع علاقاتي مع السعودية وابقى مع علاقات جيدة، والمشكلة الفلسطينية ليست عقبة على وجه الاطلاق. دي التصريحات الإسرائيلية امام ده اللي بيقوله كل يوم. صحيح. الصبح والظهر اللي بيقوله بنيامين نتنياهو. هل ينبغي السكوت على الكلام ده علشان نؤكد ان احنا غاضبين عنه، ولا من الضروري نقول لا من فضلك ده كلام أوانطة، احنا مقصدنا الحقيقي ان سيادتك تعترف بالدولة الفلسطينية وتعترف بالقدس عاصمة، القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة، تقوم علاقات طبيعية ما بيننا وبين إسرائيل، وتقوم علاقات ود وتعاون ومحبة ما بيننا وما بين الشعب الإسرائيلي. وهو ده محبة دي يعني مش يعني شوية محبة دي مش قوي يعني مش أحسن من محبة البلوشي بتاعت بنيامين نتنياهو يعني ما هو بقى انا هقول لك بصراحه يعني انا النهارده لما اجد الاسرائيليين بفهم وراها مصلحه اسرائيليه، وراها فهم اسرائيلي ذكي، لكن وراها ايضا رؤيه، يقول لك انا لا، طب ازاي ان انا اقول للمصريين ما تدخلوش القوات دي لان ده بره المعاهده وجوه المعاهده؟ وكان يمكن ان يفعل ذلك ويعمل لك مشكله، تمام، ولكنه هو اختار موقف عقلاني صحيح في صالح اسرائيل وفي صالح مصر. طب انا ايه اللي يمنعني من ان انا اقول والله ده في حد ذاته هذا موقف جيد؟ ولا شيء على وجه الاطلاق. انما ايضا لاننا بقول ان الاستيطان عمل سيء طبعا، وان الكتل الاستيطانيه والمستوطنات الصغيره المتناثره في كل مكان امر غير قانوني بيعطل عمليات السلام. لكن رافض قصه البلوشي. البلوشي لا، البلوشي تماما، لكن شايف المساله هتوصل لفين استاذ مكرم؟ بتاعت القدس. شايف اولا والقضيه، المصريين عملوا عمل عظيم جدا، العرب عملوا عمل عظيم جدا في قمة الدمام أو قمة الظهران أو قمة القدس زي ما أنت عاوز تسميها سميها. شايف أن العرب كلهم لما يطلعوا قرار يؤكدون فيه رفضهم الأكيد للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، تمام، وأن هذا القرار منعدم الأثر، تمام، وانه ضد القانون الدولي، هيحترم، انه لن يقبل به، هيحترم غصب عن عين اي حد، لازم يحترم.